التربيه الاجتماعيه تنظم خيام كنظمات مراحل سابقه في مركز بوزنديقه الشاطئ المرحله الرابعه سنه 2024. احنا كجمعيه عديده ولنا تاريخ طويل في المجال التربوي وفي تاطير الاطفال في المخيمات. عندنا مشروع بيداغوجي استهدفنا من خلاله مجموعه من القيم اللي تنكرسوها في حواراتنا في أنشطتنا مع الأطفال، وبالأساس اللي تنستخلصوها من شعارنا وهو حماية أطفالنا هي أولوية لنا جميع. هذا الشعار جسدناه من خلال واحد البرنامج عام متكامل متنوع من خلال مجموعة من الأنشطة، لا على مستوى الورشات، لا على مستوى الأنشطة السهرات، لا على مستوى مجموعة من الأنشطة النوعية والمتميزة اللي كانت في هذه المرحله. تنبقاو دائما احنا كجمعيه نناضل بشكل مستمر في هذا الميدان التربوي اللي تنطمحوا من خلاله المساهمه في تنشئه اجتماعيه قادره تكون لها دور كبير في بناء مجتمع منسجم ومتكامل يحقق مواطنه هادفه في المجتمع. المخيم داز عندنا كل شيء مزيان، وحنا فرحانين أننا في المخيم ديال جمعية المواهب حيتاش وفر لنا كاع الحاجيات اللي احتاجيناها في المخيم. كل شيء عجبنا، غندخل مستعد للمدرسة حيتاش دوزت واحد الصيف واعر مع جمعية المواهب. كنبغي نشكر المواطنين كاملين، وأنا عجبني المخيم الصراحة وأنا مستعد للمدرسة. كنبغي نشكر رئيس الجامعة والمدير المخيم، كنبغي نشكر كل شيء. جمعية المواهب للتربية الاجتماعية التي تنظم المخيم الصيفي صيف 2024 المرحلة الرابعة في مخيم بوزنيقة الشاطئ. هذا العام عندنا شعار ديال المخيمات الجمعية ديالنا وحماية أطفالنا، حماية أطفالنا أولويتنا. ولكن داخل المخيم هذه السنة خدينا تحدي باش نلامسوا واحد المشروع تربوي اللي حطينا ليه واحد الشعار مصغر داخل المخيم اللي هو نحو ملامسة مشروع تربوي هادف ومبادر يشارك فيه الجميع. مخيمنا كيتكون من 7 فروع ديال 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 الجمعية اللي هي جمعية وطنية. سبعة الفروع من مختلف مناطق المغرب على حمولة اللي كتقدر 278 مستفيد ما بين أطفال وأطر من خلال الفضاء. وحاولنا نلامسوا خلال هذه المرحلة التخييمية بمجموعة ديال الأنشطة اللي كتهتم بالحماية ديال الأطفال من مختلف الأضرار اللي يمكن تقيسهم، مثلا من أخطار الطريق، من الإدمان، من المخاطر البيئية، من أجل حمايتهم وجعلهم قادرين على تحمل المسؤولية في المستقبل. وبالنسبه لهاد هاد 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 اليوم عندنا الامسيه الختاميه اللي غادي ان شاء الله غادي نسدوا بها المخيم ديالنا كما كنقولوا. وكتعرف المشاركه ديال واحد المجموعه كبيره ديال الاطفال اللي كنتوجوا بها المرحله ديالنا. ومن بعد عندنا الحفل الختامي اللي كنوزعوا فيه الشواهد وكنوزعوا فيه الجوائز على مختلف الفرق ومختلف الاطفال اللي شاركوا معنا في مختلف المسابقات. ولكن بدون ما تفوتنا الفرصه ضروري كتكون عندنا واحد اللحظه عرفان بالنسبه للقدماء ومسيري الجمعيه القدماء. عندنا لحظات ديال التكريم وعرفان بالنسبه للمجموعه ديال الاخوان ديالنا ديال الجمعيه القدماء. كنتمنى ان تكون مرحله متكامله، مرحله يستفدوا منها الاطفال باش يكون عندهم واحد الدخول مدرسي ودخول مدرسي امن، ودخول مدرسي يكونوا اكتسبوا به واحد المجموعه ديال الاليات ديال الحمايه.